بعدين ناخد الضيوف. يسقط يسقط ايه الارهاب؟ يسقط يسقط الارهاب. نحن نريد مسلم مسيحي ايد واحده. موسى شوف والله الصوره كيف تطلع. ام هلا هاي الكنيسه عارف الصوره بس شعبنا الفلسطيني والمصري وكل الذين أتوا ليقولوا لا. كما يقول لي إنه هو يعقب هذه الدولة الإسلامية في دعم هذا الجهاد.